بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أنسجة أخذتها من أحد البرك المائية. مثل ما تلاحظون عبارة عن أنسجة متليفة، كانت توجد فيها أنواع الميكروبات والطفيليات والبكتيريا والفطريات. وأنا أنصح يعني إذا كنت بتحرر الميكروبات أو الطفيليات المتواجدة في أي نوع من أنواع الأنسجة بتذويبها في أحد المحاليل وزراعتها، أو زراعتها في محيط أو في نوع من أنواع الأقذية. ممكن تلقى أنواع من الميكروبات والطفيليات الجديدة، وأنا أنصح يعني الباحثين بدراسة أنسجة النباتات كونها توجد فيها أنواع المخلوقات الدقيقة، وتوجد فيها أنواع الأمراض أيضا، لأن كونه كل مخلوق دقيق أو ميكروب ممكن يسبب أحد الأمراض أو عدة أمراض في هذا المجال، وممكن أيضا نستفيد منه في وقاية البشر أو الحيوان من العديد من الأمراض في هذا المجال. مثل ما تلاحظون تم تذويبها، تقدر تذوب أي نوع من أنواع الأنسجة، مما يعني ينتج عنها نوع من أنواع التليف النسيجي النباتي في هذه العينة، مما يعني ينتج عنها تحرير للميكروبات وتكاثرها أيضا، لأن الجهاز المناعي النباتي ممكن يختفي، يتم القضاء عليه عندما يتم الحصول على نتيجة جميلة عندما تذوب الأنسجة في المحاليل. وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض الأنسجة التي درستها في السابق المصابة بالميكروبات، وإن شاء الله يعني نقدم لكم موسوعة كبيرة في هذا المجال. هذا طبعا الدرس الثاني في هذا المجال، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي.